الاشخاص اللي بيصير عندهم نقص بالوزن. كمان بتعطينا بريف ريمايندر عن المراهقين شو وضعهم خلال هالشهر؟ خلال الدراسات تعرفنا انه المراهقين بهيدا الشهر بيخسروا وزن تقريبا 3-4% من وزنهم اول ما بلشوا بالصيام، وهيدا الشيء بعود لقله الاكل، يعني عم بياكلوا اقل من ما مفروض ب 300-400 وحدات حراريه يوميا، فهيدا عم بيؤدي لانخفاض وزنهم، وعم بيؤدي لكمان اذا بدك مواد غذائيه اقل عم بتفوت لجسمهم وهو كثير مهم لنموهم، مثل ما ذكرت المعادن والفيتامينات. صح. طيب في اشخاص معينين كمان معرضين انه يخسروا وزن خلال كمان شهر رمضان؟ غير الاشخاص اللي عندهم نقص بالوزن والمراهقين، حيلا شخص خلال هيدا الشهر وخاصه اذا بدك باخر جمعتين رح تخف الشهيه، وهيدا الشهية رح تخف من عدة أسباب، في يكونوا بلشوا يتعبوا كتير، في يكونوا صاروا عندهم جفاف الديهايدريشن بتحسسك إنك تعبانة وما قلك نفس تاكلي. بعتقد إحنا دخلنا بالمرحلة التعب، بعتقد عند الصائمين بالفترة الأخيرة بالمرحلة الأخيرة، والستريس اللي عم بيزيد كمان بآخر الأيام، كله هدول بيؤدي لانخفاض الشهية. في عنا كمان بآخر أيام عم بتبلش تصغر المعدة، دونك الأشخاص ما عم بيقدروا ياكلوا الكمية الكافية والمغذية حتى يقدروا يضاينوا كل النهار. في عنا حالات كمان مثل إذا كان نحن معزومين على إفطار بركي رسمي، بنستحي بركي ناكل الكمية المفروض ونكون نحن كل النهار جوعانين، عم ناكل أقل من ما عادة بناكل، فتاني نهار هذا كمان رح يأثر علينا. في أشخاص بركي السيستم تغير نومهم واكلهم، فهذا رح ياثر سلبيا على الصحه، فبصيروا يبلشوا ياكلوا اقل من ما مفروض، غير ما كنا عم نحكي بالاول في زياده اكل لانه بعدك شي مبلشه ما عم تاكلي، فهون بيختلف الوضع باخر ايام. نعم، بالنسبه للنزاي بعتقد هن بيكونوا اساسا جسمهم عندهم يعني تندانس انه يكون عندهم نزاي، يمكن هذا الشيء بيزيد خلال شهر رمضان. صح. طيب اذا منعتي نصائح لهالاربع فئات يلي ذكرناهم بشكل عام، النصائح العامه شو لازم نعمل؟ نحن ما عم ناكل لانه رح ناكل اقل، لانه هيدا تيبس بنقدمه للاشخاص اللي بدهم يضعفوا. صح. بقى لا بالعكس، لا ما لازم يشربوا حتى يطلع لهم الاكل اللازم. في عنا الاشخاص كمان لازم يجربوا يقسموا اكلهم، ما ياكلوا وقعه كثير كبيره قد ما فيهم يقسموا. يقسموا يعني كل قد ايه لازم ناكل؟ كل ساعتين؟ ايه، ما تكون الوجبه كبيره، نجرب نقسمها سناك ورا سناك، يعني ما تكون وجبه كبيره. قد ما قادرين حسب كل شخص. بعتقد لانه الفتره اللي فينا ناكل فيها بشهر رمضان هي فتره منا كثير طويله. صح، بتقل وهي 8 ساعات قليله، مشان هيك كمان الاشخاص ما عندهم كثير وقت ياكلوا او يرتاحوا من الاكل ويرجعوا ياكلوا، هذا كمان سبب من الاسباب اللي بخلي الاشخاص ياكلوا كميه صغيره نوصل للاحتياجات المفروض نوصل لها. رح نحكي عن الاشخاص اللي ذكرناهم، عن اللي عندهم نزي، عن المراهقين واللي عندهم نقص بالوزن. بدايه رح نبلش باللي عندهم نزي. شو لازم يعملوا يلي عندهم نزي او لعيان نفس؟ هدول الاشخاص لازم يتجنبوا الاكل اللي كثير له ريحه او كثير له فليفر، طعمه كثير قويه، مثل بركي الاجبان اللي كثير ريحه قويه، الاسماك، حيلا انواع اكل هيك بحسوها لها بهارات او حر. فيهم كمان ياكلوا الاكل متقبل الاكل البهارات والحر. صح، الاكل كمان لازم يكون مسقع، يجري وقت بكون مسقع، الاكل المسقع له ريحه اقل من الاكل السخن، لازم نفضلها. وفي اذا بدك انواع معينه انه مثل الدهون كثير وسكر كثير كمان بتزيد لعين النفس، نجرب نتجنبها. هيدا بالنسبه للي عندهم عين النفس. بالنسبه للمراهقين شو لازم يعملوا؟ للمراهقين اهلهم دائما لازم يضلوا عم بيراقبوا طريقه اكلهم، يعني يكونوا ملاحقينهم، واهم شيء ما ناكل جنك فود حتى ما نعبي فات ونكون ما عم نتغذى وناخذ المواد الغذائيه المفروض ناخذها. ننتبه مزبوط على الكميات وعلى نوعيه الاكل لازم نقدمها اولادنا. بالنسبه للي عندهم نقص بالوزن اساسا وبيزيد نقص الوزن عندهم بشهر رمضان شو لازم يعملوا؟ كثير وحدات حراريه مثل المكسرات، فينا ناخذ حلوه او ديسير يكون فيها حليب ومشتقاتها مثل الكاسترد مهلبيه ونزيد المكسرات عليها، حتى فينا نزيد مكسرات على السلطه. يعني قد ما فيهم. في عنا مرات ندري فينا بالجلاب كمان بنحط القلوبات كمان وبتشرب وين ما كان جربي بحبيها انا كمان.
ونجرب يعني اذا عايزين مكملات غذائيه نسال الحكيم او اختصاصية التغذيه تحت ما كثير ينقص وزننا اكثر من ما مفروض. مثل ما نحن عم نعمل مع كريستال. بعد في شيء هيك تبس او نصائح اخيره بتحبي توجهيها لاضافه الشهيه؟ في قصص في بهارات بتزيد الشهيه مثل بهارات او قصص ناتشرال مثل الجينزينج الجينجر الهال الشاي الاخضر. هدول يعني قد ما فينا نزيدهم شوي باكلنا او بالشراب تبعنا تحت تزيد الشهيه ونحصل على المواد الغذائيه المفروض نحصل عليها. كريستال بدروسيان شكرا، دائما معلوماتك مهمه ودائما المشاهدين عم يستفيدوا منها. شكرا لحضورك معنا وبكره كمان بنلتقي باذن الله. يا هلا. مشاهدينا شركه تاتش اقامت افطار، رح نشوف اجواء بهاريبورت.